العسكريه النيالي من مواليد 1990 ولد مدينه اسفي، وتنشكركم على الاستضافه هذه اللي شرفتونا. زكريا بارمان، الطومين ديالي هذا واحد 10 سنين بحال هكا باش انا بديت فيه وبديت نطور فيه، يعني عجبني الحال فيه والحمد لله بديت غادي بشويه بشويه، انا غادي نتطور في الطومين وتندير هادشي ديال الرسم على لي كافي، والحمد لله اقبال عند الناس بزاف، يعني لا في الفيسبوك عندي ولا في الانستغرام ولا حتى الناس اللي تيجيو هنايا الحمد لله تيعجبهم الحال، وكاين اللي كيجي كيقول لك ارسم لي النونوس، ارسم لي هاد الشجره، ارسم لي هذه، والحمد لله هاد الثقه ديال هاد الناس هي اللي خلاتني انا نزيد، يعني نطور راسي، نزيد كل خطره نبتكر حاجه نجبدها بحكا ورسمها. الحمد لله انا غادي درجه درجه، والحمد لله عندي دبلوم انترناسيونال في لاتي ارت كريدينغ اللي خديته هذا العام، والحمد لله هاد الدبلوم انا زاد شجعني باش نزيد عاوتاني نخدم بزاف ونقلب على دبلومات اخرين. علاش لا؟ هي في الاولى كنت عادي تنخدم لي كافي عادي، بشويه بشويه كنت بنحاول نرسم شي قهوه ونصيفطها لشي كليان، كنشوف هذاك الرد تاع الكليان كيفاش تيكون، يعني كاين اللي كيعجبو الحال، والاغلبيه الحمد لله كاع تيعجبهم الحال كاع، يعني كاين اللي كيجي عندي حتى الكونطوار هنايا كيبغي يشوفوا الولد اللي رسم هاد لي كافي هادي، والحمد لله ولات بحكا، ولات كنبحث عليها ودوز لي فورماسيون، غادي بشويه بشويه تنطور في راسي الحمد لله. الفكره جات هكا وانا ورحنا غاديين الحمد لله، اللي كيرضوا اللي سيرو صاي، كيفاش تحافظ عليها هي غير خاصك تبدا الخدمه من الاول بالتقنيه مزيانه، فهمتي؟ وكتحاول تلعب في الكاس، يعني حتى الطاس ديال القهوه تيكون شويه صغير، يعني ما كيعطيكش لي سباس فيه ترسم فيه نتايا، المهم تتحاول تخلي غير واحد لاتوش في ديك كتميز في ديك الكافي بواحد الحاجه اللي مزيانه. قلت لك رسمت كاع لي ستيل منهم بزاف، الفكره ديال المعالم ديال الاسفي انا الناس اللي اقترحوا عليا الفيسبوك والناس اللي ما تعرفهمش كاع قال لي علاش ما ترسمش على شي حاجه على المدينه ديالك، وكان واحد السيد اللي طرح عليا واحد السيد يعني ناس بزاف قال لي علاش ما ترسمش شي حاجه زعما كتنتاج بها المدينه ديالك اللي وانا رسمت قصر، وهذاك القصر اللي رسمته انا يعني غير عادي ماشي زعما رسمت هذا القصر وقع اقبال كبير عند الناس، الناس اللي كاين اللي ما بارطاجاو كاين اللي هزوا ولاحوا وكتب عليه، يعني والحمد لله انا درتها غير عادي لبيت طلب الكليان اللي عندنا، والحمد لله لقات اقبال كبير واستجبوا مع الناس وكاع لي باج انا دعست شوف لاحوها في الفيسبوك الانستغرام. انا من بعد 10 سنوات من قبل هذا هو الدومين ديالي، ومن وراء ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، يعني انا بدعت فيه وغادي خدام فيه درجه درجه الحمد لله. وتنشوف اللي وصلني لهذه المرحله اللي ما قبلت كنت عادي، يعني كنشوف راسي انا باقي هاوي والحمد لله حاليا باقي، يعني ما وصلتش هذاك الشيء اللي باغي انايا، كنشوف درجه درجه يعني من هنا من القدام نتمنى يكون الخير ان شاء الله. بالنسبه للعروض انا جاوني عروض بزاف لا في المغرب هنايا عيطوا لي الناس، وفي دول الخليج يعني في السعوديه في امارات في قطر، وما مشيتش حكم الحمد لله تنشوف نزيد نخدم نمشي معمر. انا خدام هنا الحمد لله، السيد اللي خدام معاه انا مرتاح معاه، يعني الحمد لله مالي فيا وكل شيء وخدام بخير هنايا، من هنا لقدام ان شاء الله الا كاين خير علاش لا. تنحييكم من هذا المنبر، ونصيحه اللي باريستا كاع يحاول انسان يخدم يعمر مزيان، واللي في قلبه شي حاجه ديال الخير ان شاء الله ربي يوفقها ليه، وشكرا.